بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. معهد نور القرآن الكريم هو معهد لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم وفق قواعد التلاوة الصحيحة ومنح المتقنين من الحفاظ الإجازة القرآنية بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لتخريج كفاءات من الحفاظ وأئمة المساجد ومدرس الحلقات القرآنية لمنطقة وسط آسيا. وهو العزيز الحكيم. وقد أنشئ المعهد في 22 من فبراير بالعام 2008 بانتقاء 11 طالبا فقط، كانوا هم النواة يدرسون بإحدى قاعات الجامعة الإسلامية، ثم توسع المشروع بسبب الزيادة في عدد الملتحقين وانتقل إلى مدينة كربلطة بعد إنشاء مبنى خاص للمعهد يتبعه سكن طلابي تتوفر فيه كل المواصفات المثالية لإنجاح عملية التدريس بكل جوانبها التعليمية والتربوية والاجتماعية والمهارية والفنية، ويدرس بالمعهد حالياً 106 طالباً. ويسعى المعهد والقائمون عليه لتحقيق جملة من الأهداف التربوية والتعليمية السامية، من أهمها تعليم كتاب الله تعالى وعلومه، تحفيظ القرآن الكريم وفق القواعد الصحيحة للتلاوة والتجويد، ربط الدارسين بكتاب الله اعتقادا وقولا وعملا وأخذا بأخلاقه وأدابه، الإسهام في إعداد الدارسين لتولي الإمامة في المساجد والتدريس في حلق تحفيظ القرآن الكريم، إتقان الحافظ للغة العربية قراءة وكتابة ومحادثة وفهما، المساهمة في دمج الحافظ داخل مجتمعه ليصبح عنصرا إيجابيا وفعالا فيه، منح الإجازة القرآنية بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لمن أتقن الحفظ والتجويد، إجراء بحوث علمية باللغة القرغيزية في مجال علوم القرآن وطباعتها خدمة لمسلمي وسط آسيا. ولتحقيق هذه الأهداف عملنا على توفير كل الإمكانات لإنجاح العملية التعليمية والتربوية من خلال إنشاء مبنى متكامل به مواصفات مثالية للدراسة، فصول دراسية، قاعات أنشطة، قاعة حاسوب، ملاعب رياضية، سكن داخلي مميز، ومطعم ومطبخ وغرفة صحية، بالإضافة لاستوديو تسجيل صوتي لأصحاب الأصوات الندية من الطلاب، اختيار كادر مميز من المعلمين المؤهلين علميا وتربويا، بينهما معلمان عربيان لديهما إجازة بالسند المتصل ومتخصصين في القراءات وعلوم القرآن، برنامج دراسي أعده أكاديميون متخصصون يتطابق مع المواصفات العالمية والمحلية، يتميز بالبساطة وتحقيق الهدف والإمتاع، برنامج تأهيلي للمعلمين والمشرفين والطلاب، أنشطة ومسابقات وفعاليات ثقافية وعلمية ورياضية واجتماعية لطلاب المعهد لدمج الحافظ بمجتمعه. من إنجازات المعهد، وقد وفق الله تعالى القائمين على المعهد بتحقيق بعض الثمار المبهجة، ومنها تخريج 34 حافظا لكتاب الله تعالى حتى العام 2015، تخريج 8 مجازين بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم برواية حفص عن عاصم، تغطية 24 مسجدا جامعا بقرغيزيا وكازاخستان وطاجيكستان وتركيا بإمامة المصلين في صلاة التراويح كل عام، تعيين 24 من خريج المعهد للعمل بوصفهم مدرس حلقات قرآنية وأئمة مساجد ومدرسين شرعيين، 16 مشاركة بالمسابقات الدولية وحصد المراكز الأولى بها بدول تركيا والكويت والسعودية ومصر والأردن وإيران وأوكرانيا وروسيا والإمارات، 21 مشاركة بالمسابقات المحلية وحصد المراكز الأولى بها. وبجانب هذه الثمار والإنجازات فإن المعهد قد حقق أمورا أخرى ليست في تحفيظ القرآن الكريم وتعليمه فقط وإن كانت وحدها تكفي، وإنما للمعهد دور آخر بالمنطقة، فللمعهد دور دعوي كبير في مدينة بها أكبر مصنع للخمور بالدولة وأكبر عدد من الكنائس، كما أن لطلاب المعهد دورا في نشر الإسلام الوسطي بين قرى المنطقة من خلال برامجهم الدعوية الأسبوعية، أما مدير المعهد فله تأثيره الكبير دعويا وإعلاميا في قرغيزيا عامة وبين أهالي المنطقة خاصة، وبهذا يقوم طلاب المعهد ومعلميه بالمساهمة في الحفاظ على هوية المنطقة من موجة التنصير والأفكار الهدامة. ويحتاج المعهد حاليا لاستمرار أدائه، أولا
توفير الدعم المالي لإعاشة الطلاب من أجل استمرار المعهد في استقبال الطلاب، استكمال ملعبي كرة القدم وكرة الطائرة ليكون عامل جذب للملتحقين وفرصة دعوية لشباب المنطقة، توفير ميزانية كافية للأنشطة التحفيزية والمسابقات والرحلات وغيرها للارتقاء بالطلاب في جميع الجوانب، استكمال بناء مدرسة قرآنية للأطفال بجوار المعهد تستخدم صباحا في تحفيظ القرآن ومساء في البرامج الدعوية لأهالي المنطقة وتكون رافدا أصيلا للمعهد. وأخيرا، هذا هو معهد نور القرآن الكريم الذي يزرع الخير في أرض هي في أمس الحاجة إليه، ويسعى القائمون عليه إلى نشر كلام الله في أرض أراد لها أعداء الله البوار والخراب، ويأبى الله بعطاء المحسنين وإنفاق المنفقين وبذل الخيرين إلا أن يتم نوره ويرفع كلمته وقرآنه. فالله تعالى نسأل أن يتقبل ممن عمل لخدمة كتاب الله تعالى وسعى لتمكين دينه في الأرض، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته.